أفادت دراسة حديثة لجامعة بريطانية بأن عربات الأطفال تعرضهم لنسبة كبيرة من التلوث تفوق ما يتعرض له الكبار، حيث يحتوي هذا التلوث على مستويات عالية من المعادن السامة التي تعرض الرضع لمخاطر عدة. قد يعتقد كثير من الآباء أن العربة المكان المناسب للأطفال، لا سيما وأنها تساعدهم في الأماكن العامة المكتظة، لكن لا يخطر ببالهم أنها المكان الأول الذي قد يسبب لهم الأمراض. هلا والله، هو احنا بالنسبه لنا يعني بننظر لها من ناحيه انه بدل ما تحمل الطفل ممكن تكون وضعيه خاطئه وانت بتحمل فيه، خصوصا يعني العربيه بتستخدم لسن اقل من سنتين، فبتكون اعضائهم طريه، فاحنا ممكن نحملهم بوضعيه خاطئه، فبشوف انه العربيه انسب. أكد باحثون في المركز العالمي لبحوث الهواء النظيف في جامعة سري أن مستويات التلوث تكون أكبر في الهواء القريب من سطح الأرض، وخاصة على مسافة أقل من المتر، فإن هؤلاء الأطفال يتعرضون لما يصل إلى 60% من الهواء الملوث بالجسيمات الدقيقة مقارنة بالبالغين. وأضاف الباحثون أن التلوث على جانب الطريق يحتوي على مستويات عالية من المعادن السامة التي يمكن أن تسبب في إعاقة نمو الدماغ عند الرضع. ولتجنب هذه المخاطر، نصح معدو الدراسة بضرورة تجنب الطرق المزدحمة ووضع أغطية على عربات الأطفال لتقليل وصول الهواء الملوث إليهم، ودعا الباحثون إلى ضرورة بذل جهود أكبر للحد من تلوث الهواء أو الحد من آثاره السلبية، مثل خفض انبعاثات مركبات الطرق وتشجيع وسائل النقل العام بشكل أكبر لتقليل عدد المركبات التي تسير في الشوارع. تعتبر سلامة الطفل من أهم أولويات التربية الجسدية السليمة، وهي من الأمور التي لا تنتهي عند حد أو عمر معين، ويجب التنبه إليها في المراحل العمرية الأولى. مجد القصير، المملكة، عمان. ومعنا استشارية طب الأطفال وحديثي الولادة الدكتورة أمال ضمرة، حديث أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير دكتورة أمال، وأهلا وسهلا فيكي معنا. خلينا نحكي بشكل عام بداية عن خطورة تلوث الهواء على صحة الأطفال، وكيف ممكن يعني يتطور تأثيره بشكل سلبي ويطور بشكل سلبي على صحتهم. هلا بداية، التلوث عدة أنواع، في شيء له علاقة بالهواء، في له علاقة بالتغذية، بالماء. اليوم يمكن رح نحكي أكثر عن نتيجة تلوث الهواء حوالين الأطفال الصغار. هلا تلوث الهواء بأثر على الأطفال على حسب المواد الموجودة بالهواء، وزي ما ذكروا بالتقرير إنه عادة الهواء القريب من الأطفال بالعربات بيكون محتوي على مواد ضارة، زي أول أكسيد الكربون، على النيتروجين، على الرصاص، على كل هاي المواد الضارة اللي بتسوي حساسية وتهيج للطفل، مش بس بجهازه التنفسي، كمان مرات بجلده، بعيونه. كمان استنشاق الطفل لهاي المواد الضارة بتأثر سلبيا على كل أعضائه الداخلية، بتأثر بطريقة سلبية على الدماغ، على نمو الجسم. فعشان هيك احنا دائما بنحبز انه الأطفال الصغار ما يتعرضوا لهاي الأجواء الضارة، خصوصا في مرحلة المهمة من عمرهم اللي هي السنين الأولى من عمر الطفل. بس هلا يعني احنا عم نحكي عن العربات، والعربات جزء كتير أساسي من حياة الطفل والأسرة اليومية. كيف بتأثر العربات بشكل سلبي؟ يعني إذا العربات بتأثر، معناته الكار سيت كمان ممكن يكون ملوث، معناته أي شيء ممكن نستخدمه الطفل يقعد عليه كمان ممكن يؤذيه. فشو أول شيء، شو هي الأضرار والمقابل شو الحلول البديلة؟ هلا العربات مش مضرة نهائيا، اللي هو مضر هو المشي بالعربات بالأماكن اللي فيها تلوث أو ازدحام. تمام. يعني لو أخذنا العربة ومشينا فيها بالحديقة أو بجو مفتوح، بالعكس ما هي في مشكلة، مكان جدا مناسب وطريقة جدا سهلة للأم إنها تمشي بطفلها وتتحرك فيه. هلا إذا أخذنا هاي العربات ومشينا فيها بالأماكن المكتظة، زي مثلا المولات، زي مثلا الأماكن اللي فيها السيارات، اللي فيها ازدحام، اللي فيها غازات السيارات أو العوادم، أو هي هون بتصير الضرر. ليه؟ لأنه وجود هاي المواد السامة بالهواء بطبيعة الجاذبية بتكون نازلة تحت، يعني قريبة جدا من الأرض، فالأطفال في العربات بيكونوا أقرب تعرضا لهاي المواد السامة منا إحنا اللي شوي أعلى. عشان هيك بنقول الأطفال بيقدروا يستخدموا هاي العربات بس بالأماكن اللي بيكون فيها فريش إير، الهواء النظيف النقي. تمام. طب إيش هي أكثر أكثر أو أبرز الأمراض اللي ناتجة من تعرض الأطفال بشكل عام لتلوث الهواء؟ هلا اولها واهمها اللي هو التحسسات الصدريه. نعم. الربو، التهيج الاقصبات، السعال المستمر، كل هاي بتنتج بصوره اساسيه.
في أشياء تانية الناس بيستغربوا من وجودها، بتلاقي الأطفال عندهم تهيج بالعين كمان، حساسية بالعيون. ليش؟ لأنه هاي المواد السامة بتأثر على عيونهم فبتعمل لهم حساسية والتهابات. كمان وجود التهابات وطفح على الجلد، هاي الظاهرة. بس إذا الطفل تعرض لهاي بكميات كتير طويلة ومستمرة وبفترة منيحة من عمره، الأخير بتأثر على نمو الدماغ والأعصاب والأعضاء الجسم الثانية. تمام. طب هلأ إذا بدنا يعني نحكي عن كيف ممكن الأهل يكتشفوا إنه ابنهم بمكان غلط أو عم بتعرض لتلوث معين، إيش هي الأعراض اللي ممكن تطلع لما نكون إحنا بمكان مش نظيف ملوث؟ هلأ أول شيء ببين على الطفل هو بضوج، وهاي اللي ما بيكونوا الأهل مفكرين إنه يمكن لها، ممكن فكروا جوعان أو عنده صح. ليش؟ لأنه هاي المواد السامة الموجودة بالذات أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتروجين، هاي بتأول أول مادة مهيجة للأعصاب، فبتلاقي الطفل بلش يتوتر، يعيط، لوكس تايرد، تعبان، كل هاي الأعراض. هلأ الأم بتفكر بس لأنه موجود بالعرباية بده ينحمل، بس هو أكتشلي الحقيقة إنه هو معرض، مش مرتاح. تمام. بعدها إذا الطفل أصلاً عنده مشاكل بالقصبات أو مثلاً بتهيأ، بتلاقيه بلش يسعل، بلش يضيق نفسه، بلش يصير مو مرتاح، نبضات قلبه سريعة، نفسه سريع، كل هاي بتدل على إنه الطفل عم بيتعرض لتلوث معين. طب الغازات السامة اللي عم نحكي عنها اللي هي من تلوث الهواء، هل بتأدي أو يعني ممكن انها تضر بشكل كبير نمو الدماغ عند الطفل؟ طبعا. هلا اول سنتين من عمر الطفل هي اهم سنتين من حياته لنمو دماغه. نعم. هلا لما يضل الطفل يتعرض لمواد مؤكسده زي اول اكسيد الكربون، زي اكسيد النيتروجين، هاي بتاثر على الخلايا العصبيه الموجوده بدماغه، وبالتالي بتاثر كمان على نمو الدماغ. هلا بربطوا مرات الاطفال اللي بيعيشوا باجواء فيها مواد كيماويه عاليه زي اماكن معينه بدول العالم، بيلاحظوا انه نسبه التوحد او الامراض السرطانيه بتزيد أعلى. طبعا. نعم. ليش؟ لانه هاي مهيجه للخلايا بطريقه غلط، فيا اما بتنمو الخليه بطريقه غلط او بتنمو بطريقه متزايده فبتسبب امراض. نعم. لا سمح الله مقلقه بالمستقبل. نعم. مين الاكثر خطر على صحه الاطفال، التلوث الهوائي ولا الغذائي؟ سؤال شوي صعب. ليه؟ لانه الاثنين لهم اضرار. نعم. هلا يمكن نكون الهوائي اهم. ليه؟ لانه الغذائي ممكن انت تتحكمي فيه بغسيل، بتغسل الاكل، اما بالهواء انت عايشه بهذا الجو، فكيف بدك تحمي حالك، تحطي حالك بكبسوله؟ هو بالاصح هو احنا نقدر نساعد بس حالنا. بس يمكن احنا بنعتقد بانه اللي بخوف اكثر هو الغذائي وما بنهتم كثير للتلوث الهواء. الهوائي مزبوط. اللي هو احنا بنتعرض له 24 ساعه بالضبط، فهو هاي المشكلة. يمكن احنا ما بنعرف انه التنين مضرين ولازم ندير بالنا. نشكرك اذا استشارية طب الاطفال وحديثي الولادة الدكتورة امال ضمرة. شكرا لك، يعطيك العافية.